فضل يوم النحر مع عيد النحر في هذه الحلقه اكتمال الدين يوم الحج الاكبر العيد في حياه المسلمين وفضل يوم الجمعه بأي حال عدت يا عيد اركان الاسلام التي بني عليها خمس تابعونا ولا تنسوا الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اولا اكتمال الدين يوم الحج الاكبر في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال اي أيوة ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفه يوم جمعه وخرج الترمذي عن ابن عباس نحوه وقال فيه نزلت في يوم عيد من يوم جمعه ويوم عرفه العيد هو موسم الفرح والسرور وافراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا انما هو بمولاهم اذا فازوا باكمال طاعته وحازوا ثواب اعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال بعض العارفين ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل يفرح بلهوه وهواه والعاقل يفرح بمولاه وأنشد سمنون في هذا المعنى قائلا وكان فؤادي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك اجابه فلست ارى عن فنائك يبرح رميت ببعد منك ان كنت كاذبا وان كنت في الدنيا بغيرك افرح وان كان شيء في البلاد باسرها اذا غبت عن عيني لعيني يملح فان شئت واصلني وان شئت لا تصل فلست ارى قلبي لغيرك يصلح سمنون هو سمنون ابن حمزة ويقال ابن عبد الله أحد مشايخ الصوفية سمى نفسه سمنونا الكذاب لقوله فليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني